طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تم تركيب سيستم بقدرة 6 كيلو وات، انفرتر سمبارو 6 كيلو اون اوف جريد، بطارية ليثيوم 120 امبير 48 فولت. تتميز البطارية بعدد دورات تصل حتى 6000 دورة على استهلاك 100%. البطارية قادرة على نسبة تفريغ حتى 100%، أيضا يعني تستطيع أن تفرز قدرات حتى 100 أمبير. الفول شارج بتاع البطارية 51.6 فولت. تم تركيب البطارية according to IEC standards زي ما أنتم شايفين. ايضا تم ربط الانفرتر بتقنيه الواي فاي الاي او تي ثينكس زي ما شايفين هنا. احنا ممكن نغير اي حاجه في الانفرتر. اقرب مثال عشان الصوره تكون واضحه، الار جي بي تي لايت شايفين. طيب الانفرتر ممكن نقدر نتحكم فيه بجهة بالبرنامج واي فاي مونيتورينج. ممكن برضو نقدر نعرف تفاصيل عن النظام كامل. ايضا تم تركيب اوفر فولتج بروتكشن لحمايه الانبوت في الانفرتر.